زاك الاردني له حقين واحنا لنا حقين. الحق الاول عند الخطوبه اللي تهادنت عند بس الخصامه الشخصيه الحكومه كامله تهاونت وتهادنت مع هاي الاجراءات كامله. كان يمكن محل المشكله من اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. الخسائر اللي خسرتها الاردن خلال الفتره هاي تساوي اضعاف مضاعفه فروقات البنزين والديزل اللي بدهم ينزلوها. فاحنا لنا حق عند الحكومه بدنا اياه، هذا الحق الاول. الحق الثاني بدنا نعرف مين اللي قتل ابننا. احنا ما لنا حق الان، احنا الان ما نقول حقنا عند معنيه ولا عند الكلكيه ولا عند ابن الشمال. عند بشر عند بشر. احنا لنا حق اللي قتل ابننا بدنا نعرف مين هو. ولا نعلم ولا نعلم الله لغايه هاي اللحظه الله اللي يعلم. فيا شيوخ يا شيوخ بني حسن انتوا قتلكم تجيبوا حق بني حسن، انتوا كبارنا. اعذروني انتوا كبارنا. وانتوا كلامكم حق سيف على رقابنا. نعم. تقولوا علينا وعلى رقابنا. ولكن عندنا حق الحقين هذولا. قتلهم تجيبوهن. بدنا نسمع كلمة منكم. احنا معكم. شكرا لكم. شكرا لكم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. واحنا جاهزين ورحنا الاشاره مثل ما استفدنا اول امس. لانه احنا كان عندنا حدث من يومين ثلاثه اربعه ريال راح تروح شهداء هذول. هذا واحد. اثنين تحسمس قبل عيب بنات بيوت من ركائز وبطون المملكه الاردنيه الهاشميه امثال عبد الرزاق. احنا نطالب الان طبعا اي مسؤول حكومه مرفوض يجي. مزبوط؟ احسنت. مزبوط؟ مزبوط. نعم. انتوا يا قرايبنا يا ربيع بدكم مسؤول حكومه يجي؟ لا مرفوض. مرفوض. ولا من ديوان الملك. ولا ديوان الملك. ولا ديوان الملك. باستثناء العائله الهاشميه. كله مشكلة. هذا الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه انا طبعا زملاء هذا زملاء. احنا حكينا اي عسكري هو مجبور الان الاردن دينا. الاردن بده رجال. نعم. بده رجال على مستوى الامن والسياسه والاقتصاد. صدق. هذه ناحيه بدنا يتنبه لها جلاله الملك. جلاله الملك احنا اللي حملنا الرايات من واحنا اطفال وكلكم لحد ما وصلنا للمرحله هذا الحمد لله استقرار الاردن وبني حسن هبت ببلعمه بالربيع العربي وحسبت الامور سيدنا بلسانه هذا الشريط راح برا اوباما كان رئيس امريكا وقال هذه بني حسن القبيله اللي حسمت اقاله الحكومه هذه ما يشرفنا اصلا نضل احنا تحت مظلتها حكومه فاشله وافشلت المخططات اللي سيدنا كتبها بكتب التكليف. اثنين احنا معنا ثلاث ايام العزاء عادت العرب الهرافي ثلاث من ثلاث ايام وتل احنا بهالثلاث ايام وثلاث رساله للدوله وللحكومه وللاجهزه الامنيه اللي نعتز ونفتخر. الان خلال ثلاث ايام وثلاث اذا ما بين ولد نحن نطلع. نعم. الدوله ما هي قاصره. نعم. الدوله ما هي قاصره. ثلاث ايام وثلث بوجوه شيوخنا. نعم. الكرام. ثلاث ايام وثلث ببيان طبعا. اذا ما بين ذباح ولدنا والله غير نطول. والله لا نطول. ابدا. هذه العرب نحن نعرف تاريخ نعرف تاريخ بعضنا. يا فرحتي يا ابو دلبوح من قابل فارق الروح سموك ذباح الروح احسني بترضى العار. كفو. نعم. فلذلك احنا الان اجراءاتنا الرسميه ماشيه اجهزتنا الامنيه مرحب بها مع محافظ جرش فقط لانه ابني لكن هذا بالاتفاق طبعا من اولياء الدم كلنا احنا معنيين هذا ابن بني حسن. بني حسن قادرة إن تحصل حقها. ما نقدر يجيكوا إشاعات يقول فلان ذبح العشيرة فلانية كذا. اصحوا ثلاث أيام وثلث راح يبين. ما بين هذيك الساعة يعتب علينا الدوار الرابع خلوا يعتب لأنه هذه نتيجة الرجالات. وين راح؟ والله وين راحت؟ وين راحت هذه؟ يحكون عليها والله. هذا يا شيوخنا احنا معكم الثلاث أيام وثلث هذول مع بعض احنا وياكم ان شاء الله. غير هيك انتم تقعدوا. هم معنا هم معنا يا رجل. هم معنا. احنا معهم. انا اعتذر موقفتني.
على الضغط على الحكومة على تبيان من قاتل ابن بالدرجة الأولى، وكمان ننخى سيدنا على أنه هذه الحكومة اللي موجودة الآن هي غير صالحة للوقت اللي احنا تصدق غير صالحة. يعني احنا ننتظر إن شاء الله أنه سيدنا يأخذ بيد زمام الأمور، وإحنا للبلد والقيادة، وإحنا هذه بلدنا ودنا نفتحها مثل ما تفضلوا الشيوخ بدمنا وأرواحنا وبديناها من قبل. لذلك عبد الرزاق مو ابن الدربيح لحاله، عبد الرزاق ابن الأردن بشكل عام وابن بني حسن بشكل خاص، وكلنا معكم حتى النهاية. على الوطن واللي تحت هذا المظلة كله مسموح فيه. احنا مسموح في شغلة واحدة اللي لا يمكن نقبل فيها، اللي هو هذا الوطن وطننا ونظامنا، واحنا شايفين اللي حوالينا شو اللي يصير فيهم. احنا بنملك وضعنا، واللي طلبناه مطلب شرعي انه احنا بدنا اللي بيّن. وللأسف اللي نزلوا على معان من الأحزاب وحشدوا بمعان وقوموا أهل الناس اللي طالعين عن القانون، كمان هذول مطالبين مثل ما هو مطالب الآن إن الحكومة هي الحكومة واللبنانيين اللي جاهزين. أنت شو ما قلت أيوة تحسني ننزل على سواقين شوف إيش أنت في عندهم وتحمي فيهم، وثاني يوم تمت هذه المشكلة. احنا كنا يد واحدة، احنا معكم ولا يمكن تشتكوا، واحنا وين ما بدكم. سيدي يا سيدي يا سيدي انا بديت احكي هذا الناس هذا الناس مكسوس من قبل الناس الكلام اللي يتحدث فيه اخواننا كلام يعني ما راح يجيب فيه. احنا نطالب في الفطر في هذا الشهيد وطن، ومن ثم الشهيد بني الحسن والشهيد والدافع وبذل دمه رخيصه في سبيل هذا الوطن وشعبه. احنا نطالب في الفطر اخواننا انه لازم يبين في بلدنا، لانه هذا دمه من اجل الوطن وليس من اجل هدف شخصي له. فيجب ان يبين زي ما تفضل اخواننا انه الوطن فوق اي اعتبارات يا اخوان. قبل ما ننهي هذا اللقاء، اولا انا بدي الحضور اللي موجودين الان واللي راح يجوا بعدين يلتزموا انه في كبار هم قعدوا عاشوا وسولفوا. نعم صحيح، كل يلتزم. لو قلنا بكره لا سمح الله اي موقف فردي من اي شخص يسيء للقبيله ويسيء للوطن واستقراره، هذا اولا. ثانيا انا بدي اكد اللي احنا حكينا فيه كلياتنا متفقين عليه، ما في خلاف ولا واحد منا عليه. لكن اللي بدي اياه انه اذا اجى بعدين المطلب اللي هو من هو القاتل، وانه الحكومه الاردنيه غير ممثل وغير مرحب فيها انها تجي تشارك في هذا العزاء. اذا كان عندها قدره انها تشارك في عزايات ومناسبات وعزايم وافراح، كان اولى فيها تروح تشارك في حل مشاكل هذا الوطن. نعم. احنا التهميش 3 ايام بعد ما قال شيخنا، بس 3 ايام من التهميش. نعم. لكن انا بدي التزامي ولتكون صوره دائما صوره طيبه. محافظ جرش هذا ابننا ومننا وفينا، هذا مذبوح ومرحب فيه. ارجو انكم تتذكروا هذه النقطه. والله يعطيك العافية والسلام عليكم. يا اخوان اختار طلال باسم بني حسن. يا اخوان بني حسن قدمت الشهيد كل الشهيد،
اخر شهيد بني حسن راشد الزور، راشد حسين الزور. والان قدمنا شهيد وطن من ابناء بني حسن الابرار. بدي كلمه واحده، بدي بني حسن المدرسه تضل كلمه واحده وراي واحد وقياده واحده، هي القياده الهاشميه فقط لها، نحافظ على امننا واستقرارنا ووطننا. وبدنا بني حسن نكون قدوه في الاردن ولا العشائر في هذا الموقف، قدوه في هذا الموقف، انه في بدنا واحده وراي واحد. يكفينا مدرسه ثم ما يشراها، احنا نستكمل مثل ما قلتوا قرارات اللي طلبتوها. احنا يا بني حسن دائما مواقفنا حشمة داخل وخارجية، فإن شاء الله سنبقى مواقفنا هي من المواقف التي هي دائما وابدا نذكرها التاريخ. لكن احنا بعد ما ندخل الشديد احنا إن نفتح مع بعض نتروى من هذا الموضوع. هذا الحادث هو حادث بعد العزاء، بعد العزاء، بعد العزاء، بعد العزاء، انه برقابكم في محكة بنواز ثلاث ايام وثل بعدهم اذا ما بين فينا كذب، فينا كذب حديث يا اخوان. ثلاث ايام احنا بعد العزاء قاعدة ورايحين نسمع هذا البيان لبني حسن، شيوخ بني حسن قبل الدفن. الآن على المسجد ودنا ندفن الجنازة الشهيد الدكتور العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلميح عليه رحمة الله. أمر الله.